سوق العصر من الجلدة للجلدة والنبي أبو حمص عشان مركز أجا بالإجماع ومركز ميت غمر والسين باللوين وكل راجل محترم سهران معانا. أحلى أنطرة عشان التسجيلات انا مش هطلب من حضرتك حاجه الا هقول اللي بيقول لا اله الا الله يفك اليمين والشمال ويخبط ايده في بعض وهو قاعد وانت قاعد. الزمن الطيب راجع يا ابو البدري رياض نسمع. طب انا هقول اللي محظوظ معانا ومزاجه حلو هيقوم يقف ربع دقيقة اللي محظوظ واللي بيقول يا رب يرفع ايده لفوق. الله اكبر. الزمن الطيب راجع يا منصور. اولاد عم نبيل الاشقر بيت العامل انت فين يا عمار على زول يا ناصر سريعه عقبال اللي انت كنت راخر. اوريك منظر حلو يا حمصاني بس بص في الشاشه انا عايزك تبص في الشاشه. صلى على النبي يا رجاله احنا عايزين نبين للعالم كله يعني ايه ميت العامل يعني ايه ميت العامل اللي مكتوب في بطاقته راجل هيقوم يقف على الكرسي بتاعه ربع دقيقه اللي مكتوب في بطاقته راجل يقوم يقف على الكرسي بتاعه ربع دقيقه. يا رب ما تفرح يا اللي ما ترفع ايدك لاثنين لفوق. قول ربا هي دي احنا مجانين احنا مجانين والنبي. انا عايز اخويا بتاع الفيديو يجيب الكادر على الناس تحت. اخويا بتاع الفيديو يجيب الكادر على الناس تحت يا جدعان. من حق عبد السلام يشوف الفرح ماشي ازاي. اخويا بتاع الفيديو يا ابو النصر يا ابو النصر كادر على الناس تحت والنبي اهو كادر على الناس هنا اهو اهو اضرب بعينك والنبي يا عبد السلام وحياة سيدك النبي اللي عايز ضربه اللي جايه هيبين ايده للتين لفوق. انت يا رب يا خراب يا خراب يا مهمل يا عم رو 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 يا عم الحكه يا بعد سلام يا خراب الخرابة يا خراب الخرابة
قولولو اللي عايز الخفاش يرفع ايده فوق. ايه يا رب اولاد عم نبيل الاشقر والواد الفتلة في غيابه وحضوره. احمد بره في غيابه وحضوره بيصب علينا. ابو نورة الصغير وابو نورة الكبير اخواته على دماغي. اوريك منظر حلو برضو يا عبد السلام عشان الدنيا مقلوبة تحت. علي الطلاق بين تلاتة الدنيا مقلوبة تحت. الراجل الجدع اللي جنبه راجل جدع هيقول لعبد السلام روح. ايوه يا جدعان قولوا له روح روح. قلعوا بلابيس يا محمد قلعوا بلابيس يا محمد. هتعمل فينا ايه يا محمد يا خراب الخراب يا محمد. ده هم مستنين الطلع على جمر النار. ايوه سلام. انت لو مكاني هنا هتفضل تضرب في الوش لغايه ما تخليهم يجيبوا دم يا محمد. عايزهم يجيبوا دم يا محمد. يا جدعان اللي عايز الطلعه اللي جايه يعمل ايه؟ يعمل ايه يا نوفل؟ Oh,
رجعت تاني 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 وانا اقول لك يا عبسلام. اي راجل محترم بقى اتحظ بعد اذنكم يا رجاله، لان الفقره اللي طالعه دهيت تخصص مرمطه حظوظ انسانيه. من الاخر كلنا بنقول مليار مبروك لاخونا الحشوم تامر النزعي على الاغنيه الجديده عايزين نروق السكينه سرقانه.